صباح الخير متابعينا اينما كنتم، اليكم نشرة الاحوال الجويه لهذا اليوم. يتوقع ان تكون درجات الحراره حول معدلاتها المعتاده لمثل هذا الوقت العام، مع اجواء بارده نسبيا عموما، ظهور لبعض الغيوم المتفرقه. في ساعات الليله القادمه يتوقع ان يبدا تاثر المملكه تدريجيا بامتداد لمنخفض جوي، الامر الذي يعمل على ارتفاع في نسب الرطوبه، تكاثر في السحب وازدياد في فرص هطول الامطار في المناطق الشماليه من المملكه على وجه التحديد، وخاصه في ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم غد الاربعاء، كما وتعيش المملكة خلال ساعات هذه الليلة أيضا أجواء باردة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 19-10، عجلون 16-8، جرش 19-8، وفي مفرق 18-7 درجات مئوية. المناطق الوسطى تكون في عمان 16-8، البحر الميت 24-13، مادبة 18-7، السلط 17-10، وفي الزرقاء من 19-7 درجات مئوية. الكرك 15-6، الطفيلة 14-7، معان 20-5، جبال الشراء من 13 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى 6 درجات مئوية، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى إلى 13 درجة مئوية في ساعات الليل. شرق المملكة تكون في رويشة 18-7، الصفاوي 18-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.